يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستدل بآية أو بقوله سبحانه لتصنع على عيني على إثبات صفة العين لله سبحانه؟ أم أن هذه تصنع على عيني يعني على مرأى مني؟ نعم فيه إثبات العين لأنه على مرأى مني، والمرأى لا يكون إلا بالعين، والله جاء وصفه بأن له عينين وله وجه وله يدان وله نعم له صفات ذاتية. نعم تجري بأعيننا سفينة نوح تجري بأعيننا يعني بمرأى منا. نعم.